أهلا بكم، وهذه هي المتابعة لأهم أحداث مصر والعالم من استوديو الآن، ونبدأها مع الاتحاد الإفريقي، حيث أكد الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي حرصه على العمل مع كافة المفوضين والعاملين في الاتحاد لتحقيق أهدافه ولدفع مسيرة العمل الإفريقي المشترك وفقا لأجندة 2063. شدد الرئيس السيسي خلال لقائه مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي مسافقي ومفوضي الإدارات المختلفة في الاتحاد على ضرورة تعزيز الأمن والسلم والسلام بين دول القارة، وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد إنهاء النزاعات، وتعظيم حجم التجارة البينية عن طريق اتفاقية التجارة القارية الحرة والطاقة في إفريقيا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية. سعادة السفير، أرحب بك وأبدأ معك بشكل عام بكلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، التي تطرقت للعديد من الملفات الهامة التي تم الاتفاق عليها بشأن التطور والارتقاء بالشعوب الإفريقية. أهلا يا فندم. واضح انه هذه الدورة كانت دورة موفقة، وكانت الاهداف فيها واضحة ومحددة، وكان في تناغم ما بين الاجندة الافريقية وتطلعات مصر من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي. واضح التركيز على موضوعات اللي بتمثل محاور رئيسية في عمل المنظمة القارية، وخاصة بشأن قضايا الأمن والسلم في أفريقيا، وضرورة التصدي لبؤر النزاع ومحاولة تسويتها وإنهاء هذه الحالة في القارة الأفريقية بموجب مبادرة سكات البنادق خلال عام 2020 اللي كانت قررت في قمم أفريقية سابقة، وأيضا التركيز على موضوع الاندماج الأفريقي بدءا بدخول اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة حيث التنفيذ في أقرب وقت، وأيضا توظيف شراكات القارة الأفريقية في جذب المزيد من الاستثمارات مع عدم تجاهل ما يمكن أن يلعبه القطاع الخاص الأفريقي، والعمل بجهد وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي اللي هو أداة الرئاسة في ممارسة مهامها خلال عام 2019، وغيرها من المؤسسات سواء على المستوى القاري أو المستوى الدولي الإقليمي، وأزرع القارة المالية، البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد. وبالتالي واضح أنه الأعمال القمة كانت ناجحة، وكان في توافق، كان في تفاهم بالنسبة للأولويات اللي هتم التركيز عليها خلال المرحلة القادمة في تاريخ الاتحاد، إنما بصفة خاصة خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي اللي ينظر لها الجميع بقدر كبير من التطلع، لانه مصر هي احد الدول اللي بتمثل وزن كبير في القاره الافريقيه، وما فيش شك ان لديها من الادوات ما يجعل هذه الرئاسه هذا العام تكون منجزه وتحقق قدر اكبر من الانجاز في كافه الملفات اللي بتهتم بها القاره الافريقيه في الوقت الراهن. كيف ترى أنه من الممكن أن يتم العمل على الارتقاء بالقارة وسط التحديات التي تواجهها القارة؟ سعادة السفير، هناك الكثير من الأمور التي يجب أن يتم حلها أولا، وإعادة ترتيب الأوراق إفريقيا أولا، وهذا أيضا كان من أهم الأولويات في أجندة العمل المصرية أثناء رئاستها للاتحاد الإفريقي. كيف ترى هذه النقطة؟ شوف ساعتك، هي التحديات دي موجودة باستمرار، إنما بقياس مدى الإنجاز اللي حققته القارة ومن خلال منظماتها القارية الاتحاد الأفريقي، فما فيش شك إنه تم تحقيق الكثير من التقدم
في ملفات عديده في القاره، وبيتم التحرك بشكل منسق وبتنسيق كامل مع شركاء التنميه في المجتمع الدولي. واحنا شايفين انه في عدد بيتزايد يوم بعد اخر من الدول الافريقيه اللي بتحقق اكبر معدلات نمو على مستوى العالم. عندنا 6-7 دول في افريقيا، ومصر في الطريق ايضا، بتحقق اكبر معدلات بالمقارنه بكل دول العالم في الوقت الراهن. فما فيش شك انه في تحرك جاد لمواجهه كافه التحديات، بما في ذلك التحدي الرئيسي اللي هو مشكله البنيه الاساسيه والبنيه التحتيه اللي احنا محتاجينها عشان نقدر ننفذ اتفاق تجاره حره ونتحول الى سوق افريقيه موحده، ونحقق الامل القاره حكومات وشعوب في الاندماج التكامل والاندماج الاقليمي داخل القاره. هناك الكثير من المشروعات اللي استشهدها القاره في الوقت الراهن اللي لو تم تامين استدامتها فما فيش شك ان هي كفيله بانها تحل قدر كبير مع مرور الوقت من العقبات والعراقيل اللي احنا بنواجهها واللي بتاثر على حريه انتقال البضائع والاموال والافراد في تمام في دول القاره وتمام في مصر على وجه الخصوص بهذا الموضوع. احنا شهدنا في الفتره الاخيره حوار جاد ما بين مؤسسات الدولة وما بين قطاع العمال، قطاع الخاص على وجه التحديد، وجمهور المصدرين والمستوردين لتحقيق أكبر قدر من التعاون في التصدي للعراقيل والعقبات اللي بتعترض طريق انطلاق الأعمال المصرية في أفريقيا. في الشك أنه الرئاسة هتبقى ناجحة وسوف يتم إنجاز تقدم ملموس في بعض الملفات الأفريقية، وأعتقد أنه بعد انتهاء الرئاسة ما نشهده في الوقت الحالي من نشاط كافة الفعاليات اللي موجودة في المجتمع المصري فيما يتعلق بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، علاقات التعاون بين الجانبين، دي مسألة هتستمر لن تتوقف بعد انتهاء الرئاسة. هذه الدورة 32 كانت تحمل عنوان اللاجئون والنازحون والعائدون داخليا، ماذا بشأن هذا الملف بما أن الأولوية له وصلت لمسافات كبيرة حتى أصبح هو عنوان هذه الدورة؟ هو عنوان هذه الدورة لأن دي مشكلة بتؤرق القارة الأفريقية، وأعداد النازحين على وجه الخصوص ومن يواجهون النزوح القسري بفعل الأوضاع، أوضاع النزاعات والحروب الداخلية في بعض الدول تزايد بشكل كبير. احنا بنتكلم على أعداد غفيرة من البشر اللي تركت مواطنها الأصلية وعبرت الحدود كمان وشكلت أعباء إضافية على دول الجوار. يعني في شك انه في تنسيق اكبر في الوقت الحالي بين القاره الافريقيه وبين الدول الاوروبيه، وفي تفاهم، والسيد الرئيس في اكثر من مناسبه في الاونه الاخيره من خلال زياراته الاوروبيه واستقباله لكبار مسؤولين في القاهره من الاتحاد الاوروبي كان بيأكد على ضروره مساعده افريقيا، بحيث انه افريقيا تقدر تساعد اوروبا في الحد من الهجره غير الشرعيه. الموضوع مرتبط ايضا بتغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي في القاره الافريقيه وخلق المناخ المناسب لتشجيع النازحين للعوده الى مواطنهم الاصليه. ايضا ما تقرر من انشاء في القاهره مركز لاعاده الاعمار في الدول اللي بتشهد نزاعات، والتعاون اللي هتشهده الاتصالات بين مصر، الاتصالات اللي هتتم بين مصر والاتحاد الافريقي
بشأن وضع خطة تحرك في إطار هذا المركز الجديد لكيفية التعامل مع الدول اللي فيها بؤر نزاعات، بحيث أنه نشرع على طول في جهود إعادة الإعمار فيها، بحيث أنه ما تحصلش انتكاسة فيها ونجد نزوح آخر أو مزيد من النزوح. يعني أنا شايف أنه الأمور متجهة في التعامل مع هذه الملفات، الهجرة غير الشرعية والنزوح القسري، يعني جهود محمودة. دول أفريقية بتعمل بشكل جاد في هذا الخصوص وبالتعاون مع شركائها وبصفة خاصة الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق للشؤون الخارجية على هذا التوضيح، شكرا لك. المزيد عن الاتحاد الإفريقي وعن مراحل نشأته وأهدافه في سياق العرض الذي يقدمه الزميل همام مجهد. نرحب بكم. الاتحاد الأفريقي هي منظمة تتألف من 55 دولة أفريقية، وهو الذي حل محل منظمة الوحدة الأفريقية منذ عام 2002، ويقع مقره بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. لغات العمل داخل الاتحاد الأفريقي وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إن أمكن، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية. مراحل نشأة الاتحاد كانت في قمة سرت في ليبيا عام 1999، والتي أقرت الدعوة إلى إنشاء الاتحاد الأفريقي، ثم اعتمدت قمة لومي في توغو عام 2000 القانون التأسيسي للاتحاد، وفي عام 2001 وضعت قمة لوساكا في زامبيا خريطة الطريق لإنشاء الاتحاد، وشهدت قمة دربان في جنوب أفريقيا عام 2002 إطلاق الاتحاد الأفريقي وعقد أول قمة لرؤساء الدول والحكومات. أهداف الاتحاد الأفريقي: يتضمن القانون التأسيسي للاتحاد أهدافا من أبرزها تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين الشعوب الأفريقية والبلدان، والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأخيرا حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. مبادئ الاتحاد الأفريقي: القانون التأسيسي عقد أو ذكر عدد من المبادئ، من أهمها مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء، ووضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الأفريقية، وإدانة ورفض التغيرات غير الدستورية للحكومات، وأخيرا حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو عند وقوع ظروف خطيرة متمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وبحسب المادة الخامسة في القانون التأسيسي للاتحاد، فإن الاتحاد العديد من الأجهزة، على رأسها مؤتمر الاتحاد الذي يعد الجهاز الأعلى للاتحاد، ويتألف من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم، ويجتمع مرة في السنة على الأقل في دورة عادية. ثانيا، برلمان عموم إفريقيا أو ما يعرف بالبرلمان الإفريقي، وهو أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد ومقره في جنوب إفريقيا، ويهدف لضمان مشاركة كاملة للشعوب الإفريقية في عملية تنمية وتكامل القارة اقتصاديا. ثالثا، المجلس التنفيذي، ويتألف من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها حكومات الدول الأعضاء، ويجتمع مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. رابعا، مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهي لجنة تقوم بدور الأمانة العامة للاتحاد ومؤلفة من 10 مفوضين وموظفي دعم، ويقع مقرها الرئيسي في أديس أبابا. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا عن الاتحاد الأفريقي منذ نشأته وأهدافه ومبادئه وأجهزته. شكرا لكم على طيب المتابعة، وعودة مرة أخرى إلى الزملاء. We'll be right back.
كافر وجنة نبني أيامنا بإيدينا. نفس الوطن نفس الملامح والظروف نفس الأمل يجمعنا من غير أي خوف. نحلم سوا نقدر سوا نبني الماضي اللي كان نوصل مستقبل أمان. مفيش حدود مفيش فروش وعبوجات من أصل واحد نفس البداية والجدود. موحدين رغم التعب رغم السنين متجمعين ضمين قلوبنا والإيدين. Here we are many faces and hearts let's say oh Africa. أهلا بكم مجددا. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بعد ختام فعاليات الدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي التي تأتي في هذا العام برئاسة مصر. إذن السيد الرئيس غادر أديس أبابا بعد هذه القمة التي كانت مليئة بالفعاليات، وكانت هناك أيضا كلمة للسيد الرئيس في ختام قمة الاتحاد الإفريقي 32. هذه الكلمة وصفت بالشاملة وبالتاريخية وكانت تهدف إلى إفريقيا موحدة. تطرقت هذه الكلمة للكثير من الملفات الهامة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء بالشعوب الإفريقية في القارة ولنهضة إفريقيا بالكامل. تضمنت رؤية مصر تجاه سبل وآليات تعزيز العمل الإفريقي المشترك من أجل إيجاد عالم أفضل للشعوب الإفريقية، خاصة ما يتعلق بملفات التنمية وتمكين المرأة والشباب والسلم والأمن والعلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد الإفريقي في الدول والمنظمات المانحة، فضلا عن أيضا المحاور الهامة التي تم تناولها من قبل الرئاسة المصرية بالاتحاد، خاصة من خلال تعزيز مساعي تحقيق التكامل الإقليمي في القارة عن طريق تطوير البنية التحتية الإفريقية ودفع جهود الاندماج القاري عبر تسريع وتيرة إنشاء منظمة التجارة الحرة القارية وأيضا تطوير أنشطة الدبلوماسية الوقائية وإعادة الإعمار في القارة للحيلولة دون تفشي النزاعات بالقارة. المزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن الأستاذة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية. أرحب بك أستاذة أماني وأبدأ معك باللقاءات. يعني تابعنا وقرأنا كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام القمة 32 للاتحاد الإفريقي التي تأتي في 2019 برئاسة مصرية. كانت هناك أيضا على هامش هذه الفعاليات المكثفة الكثير من اللقاءات الثنائية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نبدأ بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقية موسى فقي. هذه اللقاءات كانت طبعا على هامش فعاليات أعمال القمة 32 للاتحاد الإفريقي. ماذا عن هذا اللقاء مع موسى فقي؟ كيف تابعت اللقاء وكيف ينعكس على الأهداف للاتحاد في هذا العام؟ موسى فقي الحقيقة رئيس المفوضية وربما يكون من أهم الفاعلين في الاتحاد الإفريقي، واللقاء بالتأكيد هام معه على اعتبار ترتيب الأعمال المتعلقة بالاتحاد على المستوى التنظيمي ربما، وأيضا مناقشة القضايا الإفريقية المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي وتفعيلها إجرائيا. لدينا في هذه القمة موضوع اللاجئين والنازحين سوف يتم تفعيله إجرائيا بالإضافة إلى باقي الملفات المرتبطة بالتنمية وهي المتطلبة لتدبير تمويلات لازمة لبرامج البنية التحتية. كيف قرأت أيضا ما ذكره موسى فقي عن هذا اللقاء، حيث أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في حديثه أن رئاسة عبد الفتاح السيسي رئيس مصر للاتحاد الإفريقي ستقدم دفعا جديدا للاتحاد لما تتميز به سياسة الرئيس السيسي من خصال نبيلة ومنظور واعد لإفريقيا ولمكانة مصر التاريخية والحضارية العريقة وما تشكله إفريقيا من مقام عظيم؟ الحقيقة هذا النوع من الخطاب متوقع، لأن بالفعل مصر تملك تراث في إفريقيا يتم إحيائه حاليا، وهو تراث مشرف وكان مساندا لقضايا التحرر الوطني وقضايا التقدم في إفريقيا وقضايا الجامعة الإفريقية المرتكز الفكري لمنظمة الوحدة الإفريقية، كما أن عودة مصر إلى التفاعل الحيوي مع إفريقيا بالتأكيد يشكل نقلة للاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة وهو مؤكد عليه فيه. كيف تابعت أيضا اللقاءات التي تمت؟ كان هناك لقاء مع أنطونيو غوتاريش الأمين العام للأمم المتحدة في أديس أبابا، يعني هذا اللقاء أيضا كان واحدة من اللقاءات التي يعني تم التطرق فيها إلى الكثير من الملفات الهامة، وكان هناك الدعم لرئاسة مصر من قبل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. أنا أتصور أن هذا اللقاء قد يعني تناول قضايا المنطقة، وربما أهم القضايا المطروحة الآن على الأمن الإقليمي هي ما يرتبط بالتطورات والتفاعلات في السودان، هي مؤثرة على مصر وهي مؤثرة على الإقليم ومؤثرة على الأمن الدولي، وأعتقد أنها سوف تحوز قدرا من النقاش حولها. أيضا الأوضاع في الصومال ومنظومة الأمن في البحر الأحمر قضايا مهمة معنية بها الأمم المتحدة ومعنية بها مصر بالتأكيد. يعني استعرض سكرتير عام الأمم المتحدة آخر تطورات عملية إصلاح الأمم المتحدة لا سيما فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لجهود الوقاية من النزاعات لتحقيق استدامة السلام ولتفعيل المنظومة التنموية، وثمن حرص مصر على استمرار التنسيق والتشاور مع المنظمة الأممية للدفع بدورها. ماذا عن هذه النقطة، الوقاية من النزاعات، تحقيق استدامة السلام، الجهود التي تقوم بها أيضا المنظمة للتوصل لحلول سياسية لمختلف القضايا بالتعاون مع مصر في عام 2019، ما هو المتوقع لها؟ دعيني أذكر أن مصر كان لها دور إيجابي منذ عام تقريبا على ما أذكر. أستاذة أماني؟ ألو؟ أستاذ أماني نسمعك. نسمعك أستاذ أماني تفضل. أذكر بدور مصر في تبني القضايا الإفريقية وخصوصا قضايا السلام في إطار عضويتها المتوازية لمجلس السلم والأمن الإفريقي والأمن الدولي، وبالتالي تفاعلت مصر في النطاق الدولي في قضايا بناء السلم ونزع وإنهاء النزاعات المسلحة، وأيضا تطرح مصر مع كل دول الاتحاد الإفريقي مبادرة إسكات البنادق حتى 2020 حتى يمكن يعني طرح بيئة مناسبة
لعمليات التقدم والنهوض الإفريقي كما هو مخطط له. كانت هناك أيضا من ضمن هذه اللقاءات اللقاء مع فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كيف رأيت هذا اللقاء الذي استهل به الرئيس السيسي نشاطه في اليوم الأول له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك كان عقب وصوله لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي؟ تشيسيكيدي له واجب التهنئة بتولي موقعه الرئاسي، وأتوقع أن الرئيس السيسي فعل ذلك. الكونغو تملك أهمية استراتيجية لمصر لعدد من الأسباب، هي دولة من دول حوض النيل، هي فيها نزاع مسلح الآن في منطقة شرق البلاد إقليم كيفو، هذا النزاع المسلح مؤثر على الاستقرار في الكونغو وهو أمر يهم مصر على المستوى القطري كدولة وأيضا باعتبارها رئيسة الاتحاد الإفريقي. شكرا جزيلا لك أستاذة أماني الطويل على هذه القراءة في أنشطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا التي كانت على هامش القمة 32 للاتحاد الإفريقي الذي يأتي هذا العام برئاسة مصر، وتسلم السيد الرئيس في هذه الدورة رئاسة الاتحاد لهذا العام من نظيره بول كاغامي الرواندي. شكرا لك أستاذ أمان الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية. تعد مبادرة مصر لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار هي واحدة من أهم المبادرات التي تتبناها القيادة السياسية المصرية ضمن أجندة ترأس الاتحاد الإفريقي، وهذا من أجل تشجيع الاستثمار المصري لتوجيه هذه الاستثمارات المصرية لإفريقيا ولتنفيذ أجندة التنمية 2063. المزيد في هذا التقرير الذي نختتم به هذه المتابعة لفاعليات القمة 32 للاتحاد الإفريقي برئاسة مصر. انتخاب مصر لرئاسة دورة الاتحاد الإفريقي في 2019 لم يأتي من فراغ، بل جاء تقديرا لدورها المشهود في دعم القارة الأفريقية وخصوصا عمليات التنمية، واستكمالا لسجلها الحافل في دعم التنمية بالقارة، ستعمل مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على دعم أجندة أفريقيا 2063 من خلال تحقيق الأهداف الرئيسية للأجندة، وهي التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وفق الجدول الزمني المحدد. المسؤولية التي تشعر بها مصر تجاه القارة تبدأ من الرئيس السيسي الذي أعلن عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم للقارة. وخلال منتدى أفريقيا 2018 أعلن الرئيس التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية بالقارة، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها. إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة في قارتنا. التفاوض مع المؤسسات الدولية شركاءنا في التنمية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة كيب تاون وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا. وعرفانا لدورها خصوصا في مشروعات الري، تم إسناد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي بتنزانيا إلى شركة مصرية بقيمة 2,900,000,000 دولار. وخلال احتفالية بتنزانيا لتوقيع إنشاء السد، أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن أمله أن يكون سد تنزانيا بوابة للتعاون بين البلدين. إن شاء الله هيبقى فيه هناك فرص لمشروعات تتم بالشراكة ما بين الحكومة المصرية مع الحكومة في الدول الأفريقية وأيضا مع القطاع الخاص، والحقيقة القطاع الخاص بيلعب دور مهم جدا 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 في أفريقيا وتواجد أفريقيا. ولما نشوف يعني لما سيادة الرئيس أعلن أن احنا كمصر بتساهم حاليا في مشروعات بأفريقيا بتصل جملة استثماراتها إلى ما يقرب من 10 مليار دولار،
الجزء الغالب منها لو هنشوف هيبقى هو القطاع الخاص، وده مرة أخرى بصورة أخرى عودة لقوة مصر الناعمة إلى أفريقيا. الدعم التنموي لمصر تجاه القارة يأخذ أشكالا أخرى، منها مكافحة الفساد، فقد قرر الرئيس السيسي تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع تقديم 250 منحة تدريبية للكوادر الأفريقية العاملة في مجال الوقاية من الفساد. من جانبها أطلقت الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب عدة برامج تدريبية خاصة بالقارة، أبرزها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، ويتضمن لقاءات حوارية مع متخذي القرار لبحث التحديات التي تواجه القارة. أيضا الرقابة الإدارية استضافت أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد هيئات مكافحة الفساد لدول القارة الأفريقية لبحث إعداد وإصدار الخطة الاستراتيجية للاتحاد 2019-2022 والإعداد للمؤتمر الرابع للجمعية العامة المقرر انعقاده بالقاهرة.